السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة في سي جي ماثماتكس وركشوب. النهاردة داي فور باين. النهاردة أنا طبعا بعتذر إن أنا ما قدرتش أقدم المحاضرة أونلاين لأن كان عندي ظروف، كنت تعبان شوية. فعايزين نبدأ النهاردة. كنا الماتريسز، الماتريكس مع الداتا تايب او داتا ستراكشر علشان تعمل هولد الانفورميشن بشكل معين، وفي نفس الوقت بتدينا ميزة للتعامل مع الانفورميشن اللي جواها ديت، بحيث انها تدينا فوائد كتير جدا في مجالات مختلفة. فالماتريكس أولا مثلا بتبقى بين قوسين كده مربعين، وبيبقى جواها عناصر بصفوف أو أعمدة وصفوف. هنعرف ازاي؟ فأنا لو عندي ماتريكس 2 3 4 1 5، دي طبعا انا ارقام يعني راندوم كده، بختار يعني اي ارقام وخلاص. 8 7 5 مثلا. اول حاجة لازم اعرفها الماتريكس اوردر، اللي هي يعني او الماتريكس ديمنشن، يعني المصفوفة ديت فيها كام صف وفيها كام عمود او رو وكولوم. ففي الاول انا هبتدي اعد الروز بتاعتها. عندي ادي ده رو 2 3، يبقى فيها 3 صفوف او 3 روز. علامة الفي ديت زي مثلا ما بعمل الصورة مثلا 1280 باي، اللي هي الاكس دي هي باي يعني باي 720، فهنا تبقى 3. و الكولوم الأعمدة 1 2 3، يبقى 3 باي 3. طب تمام، طبعا بنفس الشكل ممكن يكون عندي ماتريكس 2 1 3 5 مثلا، ديت 2 باي 2 two rows by two columns. مش شرط يكون 2 باي 2 3 باي 3، ممكن تكون حاجة مختلفة. 2 1 3 5 6 7، ديت 2 rows by 3 columns، ف ديت الماتريكس. طب تمام، لو انا في الماتريكس الاولانية ديت عايز اعرف الرقم 3 دوت ترتيبه ايه في المصفوفة، في الاول بجيب الرو number of row اللي فيه ال item دوت، وبعدين ال number of column. فهو هنا في ال row 1 وال column هنا 2. تمام، ف وبرضو نفس الكلام 6 هنا في row 2 column 3 وهكذا. طب تمام، طبعا الماتريكس فيها نفس الكلام زي الأعداد العادية. لو أنا عندي ماتريكس 2 3 1 مثلا بلس 5 1 2، جمع الاتنين هيكون مصفوفة بنفس الديمينشنز، فهتكون مصفوفة يعني ديت 1 باي 3 سوري 3 باي 1 ماتريكس، ديت 3 باي 1. فالمصفوفة اللي طالعة طبعا هتكون 3 باي 1، وهنجمع ال items 2 بلس 5 7 3 بلس 1 4 1 بلس 2 3. تمام، وطبعا هنا الجمع بينطبق عليه الخاصية اللي هي ان هو كوميوتاتيف، يعني الدالي، يعني انا ديت برضو بتساوي 5 1 2
زائد 2 3 1 تمام. فديت الماتريكس اديشن الجمع، ونفس الكلام مع السبتراكت. السبتراكت انا عندي لو قلت الماتريكس ديت 5 2 -1 2 هيبقى تساوي ماتريكس 5 -1 4 2 -2 0 تمام. ديت الماتريكس اديشن والماتريكس سبتراكتنج. بس طبعا حاجة برضو مهمة ان هي ديت لازم تكون بنفس الديمنشنز بتاعت ديت عشان ينفع يتعمل اد وسبتراكت. طبعا نيجي للماتريكس مالتيبليكيشن. الماتريكس مالتيبليكيشن بقى مش لازم تكون، او مش حكاية ان الماتريكس ديت تكون بنفس الديمنشنز. يعني انا لو عندي ماتريكس 2 1 3 4 طبعا ديت 2 by 2 ماتريكس. طبعا اي ماتريكس 2 by 2 3 by 3 يعني numbers of number of rows equals number of columns عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، تبقى اسمها square matrix. square matrix او مصفوفة مربعة يعني تمام. لو انا عملت multiply هنا الماتريكس ديت والماتريكس دي 5 3 ازاي بقى اعرف ان هنا المالتيبليكيشن الضرب هنا هيكون valid ولا لا؟ طبعا انا عندي هنا ال المفروض في الضرب، انا طبعا المفروض اجيب الديمنشنز في الاول وبعد كده اشوف عدد ال columns في المصفوفة الأولى بيساوي عدد ال rows في المصفوفة التانية. لو بيساوي بعضيهم يبقى كده ينفع أعمل الضرب هيكون valid. طب تمام، لو دول ما بيساووش بعضيهم هيكون الضرب هنا مش valid، أو يعني الضرب ما ينفعش، هيكون not defined تمام. طبعا مهم إن الواحد يعرف العمليات الأساسية في الماتريسز علشان بعد كده هتفيدنا تمام. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز اعمل multiply هعمل ايه؟ تمام. الماتريكس multiplication مش ان انا هاخد two هاخد كل item واضربه في ال item المقابل اللي هناك، لا انا باخد row column من هناك واضربهم في بعضيهم. يعني ايه؟ يعني العنصر هنا اللي من فوق من على الشمال ده طبعا العنصر اللي من فوق من على الشمال ده في ال row نمبر 1 والكولم نمبر 1 تمام. يبقى انا كده هاخد الرو نمبر 1 والكولم نمبر 1 واضربهم في بعضيهم، اعمل دوت برودكت يعني بين الاثنين تمام. فهتبقى ازاي؟ هتبقى 2 multiplied by يعني 2 في 2 يعني 2 في 2 زائد 1 في 5. يعني ايه؟ يعني انا هاخد العنصر الاول من الرو واضربه في العنصر الاول من الكولم، والعنصر التاني من الرو واضربه في العنصر التاني من الكولم واجمعهم على بعض، هتبقى 2 2 × 2 بـ4 زائد 1 × 5 بـ5 تدينا 9. نفس الكلام مع العنصر التاني من على اليمين، هيبقى الرو الاول والكولم التاني تمام. فاتنين في 1 بـ2 زائد 1 × 3 بـ3 تبقى 5 تمام. طيب نفس الكلام الشمال من تحت، row number 2 وال column number 1 تبقى 3 multiply by 2 تبقى 6 plus 4 by 5 اللي هي 20 تبقى 26. نفس الكلام هنا ال row number 2 وال column number 1 4 sorry 3 by 1 3 plus 4 by 3 12 15 تمام.
طبعا لو لاحظنا نلاقي المصفوفة الناتجة برضو 2 by 2. ليه؟ لأن عامة الماتريكس مالتيبليكيشن المصفوفة اللي طالعة منه هتساوي الروز بتاعتها هتساوي الروز بتاعت المصفوفة الأولى هنا دي، والكولومنز بتاعتها هتساوي الكولومنز بتاعت المصفوفة التانية اللي هي دي. نجرب تاني عشان نثبت الموضوع ده. لو انا خدت مثلا ماتريكس بالشكل ده 2 1 5 2 2 2 مثلا، دي طبعا الروز بتاعتها 2 by 3 والكولومن 3، لو عملت multiply ب ماتريكس تانية طبعا هنا لازم الماتريكس تانية زي ما قلنا يبقى عدد الروز بتاعتها بيساوي عدد الكولومنز بتاعت المصفوفة الأولى، ف يبقى لازم ديت تكون عدد الروز بتاعتها 3. طيب يبقى 2 1 0 1 1 1 5 3 2 يبقى كده ديت 3 rows. طبعا احنا عملناها 3 columns تمام. طيب استنتجنا بقى المرة اللي فاتت ان الماتريكس الناتجة هتكون 2 by 3 ويلا نجرب. هناخد طبعا هنا الايتم ده هيبقى الرو نمبر 1 والكولم نمبر 1، 2 باي 2 2 باي 2 ايكوالز 4 بلس 1 باي 1 5 باي 5 25 يبقى جمعهم ب 30. نفس الكلام هنا العنصر ده هيبقى اول رو في تاني كولم من هناك 2 by 1 2 plus 2 plus 1 by 1 plus 5 by 3 15 يبقى جمعهم 18. ونفس الكلام في ال item ده هيبقى 2 by 0 0 plus 1 by 1 plus 5 by 2 10 هيبقى 11. هنا برضه نفس الكلام 2 by 2 4 4 2 by 1 is 1 2 by 5 10 هيبقى جمعهم 15 تمام. برضو هنا اخر او اللي في النص ده هيبقى ده في ده two by one سوري انا في حاجة عملتها غلط هنا، لا تمام 2 by 1 2 plus 2 plus 2 by 3 6 يبقى جمعهم 10. وبرضو نفس الكلام اخر واحد يبقى الرو ده والكولمن الاخير 0 2 by 0 0 2 my by 1 was 1 2 by 2 equals 4 يبقى جمعهم 6. فعلا لو لاحظنا هنلاقي الماتريكس بتاعتنا الناتجة 2 by 3 تمام. طبعا زي ما احنا ما قلنا matrix multiplication لو matrix 2 by 3 مثلا في matrix 2 by 2
طالما العدد بتاع الروز ما بيساويش عدد الكولومز هنا، سوري عدد الكولومز هنا ما بيساويش عدد الروز هنا، يبقى ده نوت ديفايند، يعني ملوش ناتج معرف. تمام. حاجة تاني اللي هي multiplying scalar by a matrix، يعني انا لو عندي matrix 2 1 2 3 2 مثلا، وضربت الماتريك ديت في 4، هيبقى الناتج ان الاربعة ديت هتتضرب في كل item من items ديت، فتبقى 4 by 2 4 by 1 4 by 3 4 by 2 تبقى 8 12 4 8، في هتبقى ديت الماتريكس الناتجة. طبعا زي ما احنا ما قلنا كمان ان الاديشن كوميوتاتيف و يعني ابدالي، و السبتراكتنج المالتيبلاير السكيلر مالتيبليكيشن. طبعا مش هتفرق في 4 هنا او في 4 هنا، الاتنين هيبقى نفس الكلام، انما المالتيبلاينج او المالتيبليكيشن بتاع الماتريكس مش كوميوتاتيف، لان انا هنا 2 باي 3 و 3 باي 3. عرفت انا ان الماتريكس الناتجة بتبقى عدد الروز هنا وعدد الكولومز هنا، فلو انا بدلت هتبقى مختلفة، هتبقى 3 باي 3 ماتريكس تاني هنا اللي هي 2 باي 3، فهيبقى المصفوفة الناتجة مختلفة تماما، هتبقى عدد الروز هنا هتبقى 3 باي 3، اما هنا كانت المصفوفة الناتجة 2 باي 3، فالمالتيبليكيشن مش كوميوتاتيف. بعيدا عن كل الحاجات التانية اللي في الماتريسز، طبعا وانا افضل يعني اللي عايز يشوف كل حاجة عن الماتريسز، طبعا هو معظمه نفس اللي احنا قلناه، بس طبعا بيبقى مفصول في دروس مختلفة على خان اكاديمي، وبيبقى يعني مفصل اكتر. طبعا احنا اللي ما قلناهاش الماتريكس رو اوبريشنز والسولفينج لينير سيستم ويز ماتريسز، لان احنا مش محتاجينها، بس برضه اللي عايز يشوفها يعني ليه مطلق الاختيار، يعني الادنج والسبتراكتنج والمالتيبلاينج ماتريسز باي سكيلرز و مالتيبلاينج وسوري والزيرو ماتريسز لسه هنقولها، المالتيبلاينج ماتريسز قلناها تمام، والمالتيبلاينج ماتريسز ديمنشنز قلناها تمام. ف الزيرو ماتريكس اللي هي الماتريكس طبعا اللي هي بتبقى كلها زيرو 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 زيرو، طبعا ديت لازم تكون سكوير ماتريكس، يعني لازم تكون مثلا ماتريكس 2 باي 2 مثلا. والماتريكس ديت لو ضربتها في ماتريكس تاني، بس بحيث ان المالتيبليكيشن يكون ديفايند، هيطلع لي زيرو ماتريكس تانية. يعني انا دلوقتي لو انا خدت الماتريكس 3 1 وضربتها في الماتريكس 0 0 0 0 ديت، هتطلع ماتريكس كلها 0، ف 3 باي 0 هتبقى 0، 3 باي 1 باي 0 هتبقى 0، 0 بلس 0 يعني هتبقى 0. هاخد نفس الكلام الرو دوت والكولم دوت، هتبقى 1 باي 0 يبقى 0، 1 باي 0 هتبقى 0. المهم يعني ان الماتريكس الناتجة هتبقى 0 تمام. ف برضه ممكن يعني حد يجرب، مثلا احنا ممكن هنا نقول ان احنا عندنا ماتريكس تانية 2 باي 3،
مثلا عشان نشوف 2 باي 3 تمام، يبقى 3 1 1 1 2 4 مثلا 2 باي 3 تمام. لو خدنا المالتيبليكيشن هنا ناخد الرو في الكولم تبقى 0، هتطلع يعني برضو الماتريكس الناتجة تطلع كلها 0. طبعا ممكن اي حد يجرب دلوقتي، لو وقف الفيديو جرب 0 باي 0 هتطلع ب0، و0 باي 1 هتطلع برضو ب0. المهم يعني ان اللي ناتج كله هيطلع ب0. واللي عايز تفصيل اكتر عن الموضوع دوت الزيرو ماتريكس موجود عنا هنا برضو فيديو في خان اكاديمي، هي عاملة زي العدد زيرو، يعني زيرو multiplied by one is zero، فهي ماتريكس بتضرب في اي ماتريكس تاني بتطلع ماتريكس بتكون زيرو ماتريكس برضو تمام. ف برضو في ماتريكس في identity matrix. identity matrix ديت برضو square matrix، لما تضربها في اي matrix تاني تطلع لي matrix، تطلع لي هي برضو ال identity matrix. فانا لو خدت ال matrix اللي هي 3 1 2 1 تمام، ال matrix ديت 2 by 2 لو عملت لها multiply في ال identity matrix. ال identity matrix طبعا هنا عشان ال matrix ديت 2 by 2، فلازم ال identity matrix تكون 2 by 2، لأن ال identity matrix برضو لازم تكون matrix square، يعني مصفوفة مربعة. ال identity matrix ديت هي matrix بتكون ال diagonal أو القطر بتاعها، يعني كل العناصر اللي في القطر دوت بيكون واحد وباقي العناصر بتكون زيرو. فهنا هيبقى وان وان وان، وهنا زيرو 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 زيرو. وهي طبعا هنا ديت 3 باي 3 ماتريكس. وطيب لو 4 باي 4 هيبقى نفس الكلام، هيبقى وان 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 وان، والباقي بقى كله زيرو 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 تمام. فهنا ال identity matrix هتكون 1 1 0 0، هيبقى ال matrix الناتجة هتبقى 3 by 1 is 3 تمام. هاخد row مع ال column 3 by 1 is 3 تمام، plus 2 by 0 is 0 هتبقى 3 تمام، 3 by 0 هتبقى 0 plus 2 by 1 is 2 هتبقى 2. 1 هنا ناخد الكولوم دوت والرو دوت، 1 by 1 is 1 plus 1 plus 0 is 0 هتبقى 1. نفس الكلام الرو هنا دوت مع الكولوم دوت هتبقى 1 بلس 1 في 0 ب 0 بلس 1 1 1 تبقى سوري تبقى 1. لو لاحظتوا هنلاقي الماتريكس ديت الماتريكس ديت طالع الماتريكس يعني ناتج من ضرب اي الماتريكس ديت في الايدنتيتي ماتريكس ديت بنسميها الايدنتيتي ماتريكس، هيدينا نفس الماتريكس ديت بدون اي تغيير تمام. طيب ديت الايدنتيتي ماتريكس مثلا ديت زي العدد واحد، لان مثلا واحد في خمسة بيدينا خمسة، ديت نفس الكلام بتضرب في اي ماتريكس بشرط ان الضرب يكون defined، بتدينا نفس الماتريكس ديت بدون اي تغيير. طبعا برضو يعني الفكرة مش واضحة او محتاج حاسس انه عايز يشوف اكتر، ممكن يشوف الفيديو بتاع الـ identity matrix هنا
خان اكاديمي اهي تمام. طبعا ديت الماتريكس مالتيبليكيشن والايدنتيتي ماتريكس، ونفس الكلام برضو لو عملنا مالتيبليكيشن، مش شرط برضو يعني مالتيبليكيشن لماتريكس مش سكوير ماتريكس، بالايدنتيتي ماتريكس تطلع نفس الماتريكس، هنا 2 باي 3 وهنا 3 باي 3، هتبقى الماتريكس اللي طالعه برضو 2 باي 3 زي ما قلنا، هيبقى الرو هنا والكولوم هنا اهو تمام. فهنا برضو 3 باي هناخد الكولوم دوت في الرو دوت، هتبقى 3 باي 1 is 3، والباقي 1 في 0 ب 0 2 0 ب 0، هتبقى يعني 3 بلس 0 بلس 0 هتطلع ب 3. نفس الكلام لو خدنا ده في ده هيبقى 1، هيبقى سوري 3 باي 0 هتبقى 0، و 1 بلس 1 باي 1 هتبقى 1، و 2 باي 0 هتبقى 0 هتبقى 1. 2 نفس الكلام برضو هنا، هتبقى 0 بلس 0 بلس 2 هتبقى 2، وهنا برضو نفس الكلام هتطلع برضو 0 1 1 يعني، بس علشان ما نضيعش الوقت يعني. فديت ال identity matrix. طبعا برضو حاجة تانية عن ال matrix multiplication، ان هو مش طبعا احنا قلنا ان هو مش associative سوري مش commutative، يعني مش ابدالي، ما ينفعش تبدل يعني، يعني لما تضرب matrix A في matrix B مش هي هي لما تضرب B في A تمام. الماتريكس مالتيبليكيشن برضو مش اسوسياتيف، يعني انا لما كنت بقول مثلا بضرب 5 في 2 في 3، كان ممكن واحد يضرب 5 في 2 بعدين يضربها في 3، ونفس الكلام ممكن كان واحد ياخد 5 في 2 طبعا ب 10 في 3 ب 30 تمام. يعني ممكن برضو واحد ياخد 3 في 5 ب 15 في 2 ب 30، ممكن واحد ياخد 2 في 3 ب 6 في 5 ب 30، هي هي نفس الناتج. بس يعني مثلا بس لو هنعبر عليها يعني هنعبر عنها يعني بان انا اخد بالاقواس، ممكن واحد ياخد 5 في 2 وبعدين يضربهم في 3، ممكن واحد ياخد 3 في 2 وبعدين يضربها في 5، ممكن واحد ياخد 2 في 3 وهكذا يعني. انما في الميتريسز مينفعش، لو انا خدت ميتريكس A B C لازم اخدها بالترتيب A في B بعدين اضربهم في C، مينفعش اقول B C A، الكلام ده غلط. وبرضو اللي عايز يتأكد يشوف الفيديوهات بتاعت خان اكاديمي، هي associative property of matrix multiplication، او يقفل او يوقف الفيديو دلوقتي ويجرب هو يعمل الحكاية ديت، يضرب 3 matrices ويبدل بالشكل ده ويشوف هيطلع الناتج هو هو ولا لا تمام. ديت الماتريكس اسوسياتيف بروبرتي. طبعا دلوقتي في حاجة اسمها الديترمينانت بتاع الماتريكس تمام. الديترمينانت دوت بيستخدم في حاجات يعني ممكن نستعملها بعد كده، بس عامة يعني بدون اي شغل كتير فيه يعني، انا بدي بس يعني زي بريف انتروداكشن كده، وبعد كده اللي عايز يكمل ويتعمق في حاجة معينة يتعمق فيها عن طريق خان اكاديمي او عن طريق اي مصدر تاني. لو انا عندي ماتريكس 2 1 1 2 او بلاش عشان 2 1 3 2
وعايز اجيب ال determinant بتاع ال matrix ديت. ال determinant ممكن نرمز له بالرمز اللي هو دلتا المثلث ده. ال determinant بيكون ال multiplication بتاع العناصر بتاعة ال main diagonal اللي هو القطر الرئيسي ده و ال diagonal التاني اللي هو ده. يبقى ده ليها لون مختلف ده و ده تمام. فيبقى 2 by 2 هتبقى 4 minus 3 by 1 هتبقى 3 يبقى 1 تمام. ديت للمصفوفة او للماتريكس اللي هي 2 by 2. طب لو بالنسبة بقى للماتريكس التانية اللي هي مثلا ماتريكس 3 by 3 مثلا 3 1 2 3 3 3 1 1 1. انا عايز اجيب الديترمننت بتاع ديت. ديت ليها موال تاني شوية. انا صراحة حاسس ان هو ملوش لازمة ان انا اشرحه يعني، بس موجود على خان اكاديمي لي كذا ميثود يعني تمام. برضو اللي يعني معظم البرامج بيبقى فيها ال خاصية ان الواحد يجيب الديترمننت للماتريكس بتكون معرفة في البرنامج يعني. بس برضو في نفس الوقت اللي عايز يشوفه اهو، برضو في نفس الوقت لازم الناس يعني احاول انمي الموهبة اللي هي بتاعت او القدرة على يعني سماع الاجنبي من موقع زي خان اكاديمي، او برضو البحث عن المعلومة بشكل معين. وبرضو يعني لو في اي حاجة انا مستعد بإذن الله على الجروب اساعد الكل بإذن الله. في حاجة تاني اللي هي الماتريكس انفيرس. الماتريكس انفيرس ديت اللي هي لما انا برضو كنت بعمل multiplication مثلا للعدد 2 مثلا 2، وكنت بعمل multiplication by 1 half او نص، طبعا كان بيديني 1. ليه؟ لان النص دوت هو الانفيرس بتاع ال 2 تمام. فطبعا لو انا عايز اجيب الماتريكس، لو انا عندي ماتريكس A عايز اجيب الانفرس بتاعها اللي هو A نيجاتيف 1 طبعا، زي برضو زي الانفرس بتاع التان والساين تمام. لو انا عايز اجيب الانفرس هنا علشان يبقى المالتيبليكيشن بتاعهم طبعا هيديني 1 1 في الماتريكس اللي هو الايدنتيتي ماتريكس اللي هو ممكن نرمز لها كمان بالرمز I. تمام. الماتريكس انفيرس بالنسبة للماتريكس اللي هي 2 باي 2 العملية سهلة خالص. بس بالنسبة للماتريكس 3 باي 3 يعني عملية معقدة لحد ما. اللي عايز يعرفها برضو ممكن يشوفها من على خان اكاديمي هنا، لان انا لو قعدت اشرحها صراحة هتطول مدة الفيديو خالص، وبرضو مش هتكون مفيدة بالنسبة للمعظم يعني. لان مثلا في برنامج زي الهوديني الانفرس والحاجات دي كلها جاهزة في البرنامج، انما اللي عايز برضو اللي مش جاهزة في البرنامج بتاعه ممكن يشوفها من على خان، او يسأل في الجروب بإذن الله نحاول نوضحها برضو لو في اي مشكلة. لو انا عندي ماتريكس ديت اللي هي 2 1 0 1 وعايز اجيب الانفرس بتاعها، الاول هجيب الديترمننت بتاعها اللي هو هيبقى العناصر دياجونال ده ماينس ده 2 باي 2 هيبقى 2 ماينس 0 هتبقى 2 تمام. ال يعني ال way او الميثود الواحد يجيب ال inverse بتاع الماتريكس ان هو يقلب ال determinant يعني يبقى 1 over the determinant في المصفوفة اللي احنا هنعملها ديت. هنبدل عناصر ال main diagonal دوت
اللي هو دوت هنبدلهم. فدوت هيبقى مكان دوت هتبقى 1 2 بالشكل ده. والقطر اللي هو مش مين دياجونال هنعكس الإشارة بتاعته. طبعا الزيرو ماينس زيرو يعني هيبقى بزيرو برضو بعينه، تمام. انما 1 هعكس الإشارة بتاعته وتبقى نيجاتيف 1، تمام. 1 اوفر ذا ديترمينانت اللي هو ده، هو 1 اوفر 2 يعني 1 ماينس 1 0 and 2. طبعا احنا لسه واخدين سكيلر باي ماتريكس، هنوزع دوت على كل الايتمز، هيبقى 1 اوفر 2 ويبقى نيجاتيف 1 في 1 اوفر 2 ويبقى 0 في 1 اوفر 2 ويبقى 2 في 1 اوفر 2، تمام. هيبقى بتساوي في النهاية 1 اوفر 2 نيجاتيف 1 اوفر 2 0 1. طبعا لو حد دلوقتي عمل ملتيباي للماتريكس ديت وديت هيطلع لنا الماتريكس اللي هي الايدنتيتي ماتريكس. ممكن نجرب الموضوع ده كمان عشان اوري للناس. اهو نضرب ديت في الماتريكس اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي نص نيجاتيف 1 2 0 1، هيطلع الماتريكس طبعا طلع تبقى 2 باي 2 برضو. برضو اكيد يعني احنا عارفين السبب. ناخد اول رو في اول كولوم 2 في ال في الـ يعني 2 في النص هتطلع بواحد ماينس 0 باي نيجاتيف 1 اوفر 2 هتطلع ب 0 فهتبقى ديت ب 1. ممكن نجيبها لون مختلف شوية. 1 نفس الكلام برضو، لو خدنا ديت 2 في 0 ب 0 و 0 في 1 ب 0 هتبقى 0، تمام. دوت ال ناخد ال رو دوت 1 في 1 هاف هتطلع ب 1 هاف، 1 في نيجاتيف 1 هاف هتطلع بنيجاتيف 1 هاف هتبقى ب 0 برضو. ونفس الكلام 1 في 0 ب 0 بلس 1 في 1 ب 1 هتطلع ب 1. فديت ال identity matrix بتاعتنا. طبعا ال inverse لل matrix اللي هي 3 by 3 ده ليه موال شوية، لأن هو بنعمله انفرس عن طريق الجاسيان إليمينيشن أو في الستاندرد والشورت كات مثلا. نبدأ في حاجة تاني وهي ال matrix as transformations. هو احد الطرق اللي ممكن الواحد يعبر بيها عن الفيكتور ان هو يعبر عنه ان هو في ال هتكلم عن ال 2 dimensions، عبر عن الفيكتور ب 2 by 1 matrix اللي هي 2 rows و 1 column. دوت ممكن اقول عليه اسمه row vector. سوري اسمه column vector، اسمه column vector. الكولوم فيكتور دوت نستعمله في حاجة اسمها الماتريكس ترانسفورميشنز اللي عايز برضو هي موجودة هنا على ان اكاديمي. اللي عايز برضو يشوف اكتر يشوف. بس عامة الماتريكس ترانسفورميشنز هنتكلم عنها المرة الجاية بشكل مفصل يعني، بس اللي حابب ياخد فكرة ممكن ياخد فكرة عادي. بس انا عامة دلوقتي عايز اعرف هو ايه علاقة المالتيبلاينج ماتريسز بالماتريكس.
ترانسفورميشنز. لو انا جبت ماتريكس مثلا 3 باي 2 سوري 2 باي 2 وضربتها في الفيكتور دوت او 2 باي 1 ماتريكس ديت، ما احنا هنعامله كانه ماتريكس، هيدينا ماتريكس تانية 3 6 بلس 1 هتبقى 7 تمام. 3 برضو نفس الكلام 3 سوري 2 باي 2 is 4 بلس 1 هتبقى 5. طب لو جينا مثلنا الكلام ده زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هنفترض ان ده الفيكتور 2 1 لما عملنا له multiplying بالماتريكس اللي هي 2 باي 2 طلع لنا فيكتور اللي هو 7 5 1 2 3 4 5 6 7 مثلا 1 2 3 4 5، فطلع فيكتور بالشكل ده وليكن مثلا. طبعا اللي عايز يمثلها برضو يشوف ويمثل، فديت حاجة تبقى ليها اسمها الميتريكس ترانسفورميشنز. ازاي نقدر نعمل ترانسفورميشن لفيكتور معين من مكان مثلا لمكان تاني مثلا، او من شكل، او ممكن نعمل ترانسفورميشن لشيبس مثلا من شكل لشكل تاني عن طريق الماتريسز. ودي طبعا ديت اللي بتستعمل في كل البرامج بتاعت ال3D، ما لان هو بيعمل ترانسفورميشن ماتريسز علشان اقدر اعمل انا بقى ايه موفينج و روتيشن وبرضو سكيلينج والكلام ده. بس برضو حاجة تاني في الموضوع دوت، ان الترانسفورميشن ماتريسز ممكن او هدفها الاساسي ان انا بعمل ترانسفورميشن من كوردينيت سيستم لكوردينيت سيستم تاني، وده برضو اللي هنناقشه المرة الجاية تمام. فأنا برضو حبيت المرة دي ان هي تكون محاضرة مش كبيرة، لان انا طبعا كان عندي ظروف معرفتش اعملها بشكل كامل. بس برضو هنشوف المرة الجاية حاجات اكتر، وبإذن الله تكون المحاضرة طبعا اكبر من كده بكتير، لاننا هنحاول نبدأ في الماتريكس ترانسفورميشنز، لان اللي بعد ماتريكس ترانسفورميشنز هنبدأ بقى نعمل تطبيقات كبيرة، ان احنا يعني يعتبر هنكون عملنا او خدنا كل اللي احنا عايزينه من اساسيات علشان برضو اللي عايز يبدأ يطبق. بس من ناحية تاني، من ناحية الاختلاف بتاع البرامج ديت، مهمة كل شخص ان هو يعرف ازاي يستعمل البرنامج بتاعه ان هو يطبق التطبيقات ديت. وياريت اللي يلاقي برضو ان هو مش لاقي الطريق مثلا او مش عارف يطبق ازاي يقول لي على الجروب ونساعده بإذن الله، لان كل البرامج فيها ناحية الماثيماتكس ديت، وتقدر تعمل فيها كل الماثيماتيكال فانكشنز سواء عن بلجنز او ادونز او معمولة بريسيت في البرنامج نفسه. بس فهي ديت الماتريسز. طبعا الروتيشن ماتريسز او ترانسفورميشن ماتريسز ديت ما يكفيهاش مرة واحدة بس، فهي موال تاني كبير يعني، بعيد عن كل ال او بعيد عن يعني مختلف عن معظم اللي خدناه المرات اللي فاتت، وعايز شغل اكتر. فبإذن الله هنشوف الروتيشن ماتريسز المرة الجاية. وطبعا المرة دي اتمنى ان يعني انا ان الكل يعني يسامحني ان انا قصرت في المحاضرة ديت، معلش بإذن الله هنعوضها في المرة الجاية. والمطلوب من الناس ان هي يعني تاخد فكرة اكبر عن الماتريسز من السيكشن دوت في خان اكاديمي في البري كالكولاس في الماتريسز، وانا احط اللينك بتاعه برضو على الجروب. اللي عايز يعرف اكتر يعني عن الماتريسز يعرف من اول هنا تمام. وبإذن الله المرة اللي جاية هنعرف اكتر عن الماتريسز. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.